بالنسبة لهذه الوقفة الوطنية اللي كنشوفوها اليوم، في واحد الوقفة جاءت عبر بعد العديد من الخطوات النضالية اللي قاموا بها الطلبة. ما بداش هذا الشيء اليوم، وبداش اترافيغ الوقفة أو المسيرة. اولا كانت تقررت انها تكون مسيره، ولكن قوبلت بالقمع والرفض من طرف السلطات، ولذلك تحولت لواحد الوقفه المحليه واللي كنديروها سيغ تيغان. هاد المسيره جات في اطار الاضراب والمسلسل النضالي والاضراب المفتوح الذي يخوضه الطلبه منذ ازيد من شهر. هاد الاضراب هذا جاء بعد حتى هو بزاف ديال الخطوات النضاليه اللي اترافيغ لك الوزاره ما جاوباتناش على الملف المطلوب، وما جاوباتش على التساؤلات ديال الطلبه اللي هما واقعيه واللي هما كنقول عليهم مشروعه. كنا بدينا واحد المسلسل اللي بدا هذه عامين، حيت الوزاره خرجت واحد القرار وزاري يتعلق بتقليص عدد سنوات التكوين من 7 الى 6 سنوات ورفع عدد الوافدين الجدد. هنا كتحطوا امام جوج الاشكالات، الاشكال ديال 6 سنين والاشكال ديال بزاف ديال الطلبه كيتفورماو. اذا خصنا نشوفوا كيفاش الاجراءات المصاحبه باش اننا ماشي غير نكثروا الاطباء باش ولكن نخرجوا اطباء بواحد الجوده اللي هي واحد الكفاءه اللي هي عاليه، بالاضافه الى اننا نكونوا واحد الاطباء اللي غدا ان شاء الله يخرجوا وغيداويوني وغيداويو السيد حدانا ويدوزوا يدويو هاد المواطنين كاملين اللي كاينين في الشارع. وبالتالي حنا كنطلبوا باش ان الجوده ديال التكوين تحسن، والطبيب ما يبقاش يكون بواحد الظروف اللي هي كارثيه وهي مزريه. جنوط حتى التدريب الاستشفائيه ومع الاكتضاد اللي فيهم، كيفاش نقدروا اننا نكونوا واحد الطلبه واحد الطلبه اطباء في المصلحه اللي هي اللي فيها واحد الاكتضاد اللي هو مهول. ما حنا كان مقرر نبداو واحد المسيره وطنيه من قدام مقر وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، مع كم للاسف تم المنع ديالنا وتم القمع ديالنا من اننا نقوموا بهذه المسيره. هذه خدينا بعض الاجراءات باش اننا كوميم نديروا هذه المسيره هذه. وحنا دابا امام في الساحه اللي امام مقر البرلمان في المغرب، المطالب ديالنا مطالب مشروعيه، مطالب ليجيتيم. كنطالبوا غير بامكانيه الفورماسيون اللي تكون مزيانه، كنطالبوا بان صحه المواطن المغربي ما تقاسش بسبب قرارات عشوائيه اللي كتراعي غير الارقام وما كتراعيش الكاليتي. وحنايا في المسيره هذه باش ندافعوا على هذه المطالب ديالنا اللي مع كامل الاسف الوزارات ما قدرتش انها تستجب لها ورفضوا الحوار معنا وخدوا سياسه الاذان الصماء. وكنتمنوا صراحه بكامل الاساس نقولوا هذه الهضره هذه، حيت راه فريمون اوني توشي باغ الكاليتي ديال الفورماسيون اللي كنعيشوا دابا، وبغيناها تكون احسن من اجل مصلحتنا حنا كطلبه ومن اجل مصلحه المواطن المغربي اللي غادي يكون مريض في واحد من المستشفيات اللي غنخدموا بها حنا ان شاء الله. كما كتلاحظ اليوم جينا نعبروا على الغضب ديالنا على المطالب اللي مازال ما وصلناش ليها ان شاء الله، اللي كنحاولوا نوصلوا ليها مع الاجتماعات في الوزاره. ولكن كنهضروا على جوج نقاط كعضو في اللجنه الوطنيه، باش كنجلسوا مع الاجتماع في الوزاره كنلقاو انهم تيقولوا لنا انتم كتدفعوا الطلبه، انهم كتدفعوهم باش يوصلوا لهاد باش هما يخرجوا يديروا البويكوت. ولكن ان فوا جينا اليوم هنا جاوا الطلبه من جميع انحاء المغرب، جاوا من جميع انحاء المغرب كيعبروا على الغضب ديالهم. كنقولوا للوزاره اننا حنايا ما كندفعوا حتى شي واحد، وان الطلبه اللي باغين حنا فقط ممثلين الطلبه، كنوصلوا الصوت ديالنا للطلبه.